بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا الكرام، حديثنا اليوم حول الأزمة التي يعاني منها جيش الاحتلال الصهيوني، أزمة القوى البشرية في المناصب القيادية في داخل الجيش. الحديث هنا يدور حول 613 ضابطا غادروا جيش العدو الصهيوني في عام واحد. ضباط جيش العدو في خطر مضاعف، الآن أصبحوا أمام القانون الدولي. عندما يدور الحديث حول مغادرة عدد كبير من ضباط الجيش في العام 2022، ما لا يقل عن 613 ضابطا من الخدمة الدائمة برتبة رائد في جيش العدو يغادرون بمبادرة منهم بزيادة قدرها 70% عن عام 2020. وفقا لموقع إسرائيل اليوم، قرر في العام الماضي ما لا يقل عن 12 ضابطا برتبة مقدم أيضا ترك الجيش، رغم أنهم في مسار خدمة عسكرية دائمة. هذا المسار هو يعتبر بالمقارنة بجيوش المنطقة مسار آمن من حيث الرواتب والحوافز ومخصصات الضمان الاجتماعي. أهم ما يواجه هذا الجيش من مخاطر هي مخاطر تتعلق بالفجوة التكنولوجية، حيث أعلن الموقع أن المشكلة ليست فقط في القوى البشرية العاملة في التكنولوجيا كما يزعمون في تقارير سابقة. فمن بين 613 ضابط برتبة رائد الذين غادروا الجيش في العام 2022، هناك 145 كانوا يخدمون كمقاتلين. هذا الأمر لا يتعلق فقط بهجرة الأدمغة من الجيش فقط، إنما يتعلق بهجرة الأدمغة من كيان العدو. قبل أيام كان هناك مقابلة على الإعلام الصهيوني لأحد رجال الأعمال العاملين في مجال التكنولوجيا، والذي قرر أنه سيترك دولة الاحتلال الصهيوني ويهاجر منها، ويدعو زملائه من أصحاب المليارات بترك هذا المكان والهجرة منه لأسباب كثيرة. لكن عندما نتحدث عن هجرة الأدمغة من داخل الكيان الصهيوني، هنا نتحدث عن أمور تتعلق بتهديد التفوق البشري والفارق النوعي الذي يتميز به كيان الاحتلال بالنسبة للمنطقة، لأن هذا الفارق النوعي آخذ في التقلص. فموضوع هجرة الأدمغة من دولة الاحتلال وانعكاس ذلك على القدرات العلمية والعسكرية التي تعطي هذا الكيان تفوق نوعي بالمقارنة مع الجيوش في المنطقة، لا سيما أن دولة الاحتلال تواجه بحسب ما يقول رئيس الاستخبارات العسكرية السابق هيرسي هاليفي عندما تحدث عن التحديات الاستراتيجية السبع في العام 2015 التي تواجه كيان الاحتلال، والتي من بينها التفوق التكنولوجي. لكن دعونا نستعرض هذه التحديات السبع. على رأسها تحدي أن تتحول إيران إلى دولة نووية، وهذا يمنع كيان الاحتلال من أن يبقى متفوقا في هذا الميدان في المنطقة. أيضا تحدي التعاون والتعلم في المحور الراديكالي، وهذا المحور كثيرا ما يؤثر على كيان الاحتلال، لأنه أصبح هو عالي على كيان الاحتلال. نتكلم عن المتدينين والصهيونية الدينية في داخل كيان الاحتلال التي تستفيد من هذا الكيان ولا تشارك في الخدمة العسكرية. أيضا تحدي ساحة القتال
المتنوعة التي يسمونها الهجينة التي تواجه كيان الاحتلال مثل المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية، وهذه تواجه الاحتلال بطرق عسكرية غير مألوفة لكيان الاحتلال. أيضا تحدي الكيانين الفلسطينيين الضفة الغربية وقطاع غزة، أيضا تحدي المحافظة على الشرعية لأنه شرعية الاحتلال آخذة بالتآكل نظرا لما يقوم به ويرتكب من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة بشكل عام. أيضا تحدي التنسيق مع حلفاء الاحتلال الصهيوني لأن دولة الاحتلال الصهيوني لا تستطيع أن تقوم بأي عمل عسكري بدون حلفائها. أيضا يأتي على رأس هذه التحديات هو تحدي المحافظة على الفجوة التكنولوجية، بما يعني أنه تبقى إسرائيل في مقدمة الدول في المنطقة المتفوقة تكنولوجيا، وهذا طبعا يمنحها ميزة على دول المنطقة. أصبح واضح عزوف الصهاينة عن الخدمة في الجيش الصهيوني، وبالأغلب هم يفضلون الانتقال للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ودول شرق آسيا. هذا طبعا يهدد مسألة التقدم النوعي العلمي لدى الصهاينة، خصوصا عندما يكون لها منافس يتقدم سريعا في هذا المجال مثل إيران. طبعا هذا الأمر يثير شكوك لدى الصهاينة حول قدرتهم على البقاء في واقع متقدم علميا في المنطقة. فيما يتعلق بأسباب هروب الأدمغة النوعية من الجيش الصهيوني، فقد ذكرت صحيفة يدعوت أحرونوت أن هذا الأمر يعود إلى شروط الخدمة والأجر المتدني مقارنة بالرواتب في القطاع الخاص، والذي يعرض رواتب مغرية وإمكانيات ترقية عالية، وبلغ هذا الأمر إلى حد متقدم في مستوى التسرب من الجيش الصهيوني. كما نقلت مصادر من داخل الجيش الصهيوني أن هناك كانت دورة لضباط التكنولوجيا، كان عدد المشاركين في الدورة 50 مشاركا كلهم من ضباط الجيش. هؤلاء تسربوا جميعا من الجيش ولم يبقى إلا 2 منهم حسب ما جاء في صحيفة يدعوت أحرونوت، التي اعتبرت أن هذا الأمر يأتي كجزء من المسار التصاعدي للاستقالة في الجيش، وهذا المسار هو أصبح مسار سائد والحديث عنه منذ العقد الماضي منذ عدة سنوات، من دون أن تقوم الحكومات الصهيونية المتعاقبة لفعل أي شيء لوقف هذا النزيف، وهو نزيف خروج الأدمغة من الجيش الصهيوني. عبر السنوات الماضية تشكل في عقيدة الجيش الصهيوني، وكأحد العبر التي استخلصها الصهاينة من حرب 1973 أن التميز التكنولوجي هو عامل مصيري، وهذا التميز هو الذي يمكن دولة الاحتلال بأن تمتلك القدرات الخاصة بتحقيق الردع والتغلب على الخصم عند الحاجة. هذه الأمور تجسدت بصورة أوضح في تنمية وتطوير عوامل التفوق في السلاح الجوي وأيضا في العمل الاستخباري، وعندما يجتمع العاملين عامل التفوق في سلاح الجو والعامل الاستخباري في ساحة القتال تكون هناك دقة في إصابة الأهداف، وهذا الأمر يقلل من المجهود الحربي ويحقق نتائج سريعة لصالح الجيش الذي يمتلك هاتين الأداتين. إذن التراجع في هاتين الأداتين، مجال التفوق التكنولوجي ومجال العمل الاستخباري وكلاهما يكمل الآخر، التراجع في هذين الأمرين يمثل حجر الزاوية في تهديد
الأمن القومي الصهيوني، وأيضا تلعب هنا الفجوة التكنولوجية عملا لا بأس به في هذا المجال، حيث تصبح دولة الكيان الصهيوني أكثر عرضة للتهديد من خصومها وأعدائها في المنطقة. وعلى الرغم من حرص الجيش الصهيوني على إخفاء أزمة القوى البشرية لفترة طويلة، إلا أنه في قبل عام تقريبا كشف أن هناك زيادة بنسبة 30% من عدد الأفراد الذين يتركون الخدمة الدائمة والذين يتقاعدون من الجيش بمحض إرادتهم وبمبادرة منهم، حيث عبر الكثير من الضباط الصهاينة عن انزعاجهم من مستوى الرواتب وتخوفهم من مستقبلهم غير المضمون. لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، حيث يقول أحدهم أن الرواتب مخزية وأن المستقبل غير مؤكد، فهم يقتطعون المزيد والمزيد من معاشات التقاعد عندما يكون هناك الكثير من الفرص والعروض في الخارج، من سيبقى داخل الجيش الصهيوني؟ إذن هناك مشاعر غاضبة لدى الصهاينة جراء الخدمة في هذا الجيش، لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد. بالإضافة لمسألة الرواتب غير الكافية، هناك أسباب أخرى لدى الضباط الصهاينة لمغادرة الخدمة الدائمة في الجيش، أيضا مثل عدم القدرة على الالتزام أو الانتظام في حياة أسرية أثناء الخدمة في الجيش، يعني بمعنى أن الملل بدأ يتسرب إلى عقولهم ونفوسهم، وأنه عدم الانتماء القومي لهذه الدولة ولهذا المشروع، هذا الشعور آخذ بالتنامي، وهذا من الأسباب المباشرة التي لا يريد الصهاينة الكشف عنها. أيضا هناك أسباب كثيرة جدا. الآن نأتي إلى أهم هذه الأسباب الذي يعني جاء نتيجة تولي هذه الحكومة الجديدة. كيف تساهم هذه الحكومة الجديدة، حكومة نتنياهو، هذا الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال الصهيوني، كيف يساهم في دفع هؤلاء الضباط إلى ترك الخدمة بمحض إرادتهم وبرغبة منه؟ والموضوع لا يتعلق هنا بمسألة التكنولوجيا ولا يتعلق بمسألة الرواتب، هناك موضوع أهم من هذا بكثير، وهو يتعلق بالثورة القانونية التي تسعى حكومة نتنياهو إلى تنفيذها بأسرع وقت ممكن. يقولون الصهاينة بأن هذه الثورة القانونية سيكون لها عواقب وخيمة على كبار مسؤولي الجيش الصهيوني، وحتى أيضا على المستوى السياسي فيما يتعلق بمسألة الملاحقات الجنائية لهؤلاء المجرمين، سواء كانوا في الجيش الصهيوني أو في السلك السياسي الصهيوني، سيلاحقون جنائيا خارج كيان الاحتلال الصهيوني. المسألة هنا تتعلق بنظرة الغرب للكيان الصهيوني. إسرائيل تقدم نفسها على أنها دولة تطبق القانون، وبالتالي كثير من القضايا التي ترفع ضد مجرمي الحرب الصهاينة يتم الرد عليها من قبل الصهاينة بأنه لدينا في داخل دولة الاحتلال قانون، ونحن سنقوم بالمساءلة وسنقوم بالمحاكمة، وبالتالي بين الفينة والأخرى عندما يمارس الجنود والضباط الصهاينة الجرائم، تقوم دولة الاحتلال بتقديمهم للمحكمة العسكرية ويتم الحكم عليهم بأحكام تافهة، لكن في النهاية تم محاكمتهم، وبالتالي
هذه نماذج تقدمها دولة الاحتلال لضرب الرماد في العيون ولإسكات المجتمع الدولي ولتهدئة الضغوط التي تمارس على دولة الكيان الصهيوني لوقف الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني. الآن عندما يصبح تنفيذ القانون مثل شرعنة اقتحام المسجد الأقصى المبارك، شرعنة تنفيذ عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية، تنفيذ المنظومة القانونية التي تريدها الصهيونية الدينية في حكومة الاحتلال الصهيوني، هذا الأمر لن يترك للصهاينة فرصة لأن يقدموا أنفسهم كواحة لتطبيق القانون. لن يستطيعوا أن يدافعوا عن المنظومة القانونية التي يتباهون بها كذبا وزورا وبهتانا، وبالتالي هذا الأمر سيفضحهم، ولن يستطيع الصهاينة أن يجدوا سببا عندما يشرعن قتل الفلسطيني، وبالتالي هذه الدولة ستصبح في نظر الغرب وفي نظر العالم دولة تمارس الإرهاب، دولة تشرعن الإرهاب، وبالتالي لن يستطيع الصهاينة حماية جنودهم وضباطهم من الملاحقة أمام المحاكم الجنائية الدولية. هذه الدولة هي دولة تضعف وتنهار ولكن ببطء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.